معاكم محمد رشدي من مشتل المربعات الخضراء من الأشجار. أشجع الشباب في زراعتها، شجرة الفيفاي يمكن زراعتها في المنزل في حديقة المنزل ولا مردود، بدل الشراء في الأسواق تقطف فيفاية في المنزل، لا طعم خاص. نزرع شجرتين ثلاث من أشجار الفيفاي، ومعروف شجرة الفيفاي تقريبا تاخذ في حدود ما بين 5 أشهر ل6 أشهر لتبدأ تثمر. هذا فيفاي هندي، شوفوا ما شاء الله، هذا من داخل أحمر. حاول تزرع عدة أصناف، يمكن تزرع أشجار موسمية مثل الفلفل والبتنجان والملفوف، تزرعه في البيت بدل الشراء. يمكن تزرع الرمان، الليمون، وأهم شيء الليمون يكون في المنزل من ضمنها أشجار الفيفاي.